خلينا نسأل نعم. الأستاذ إيفان هنا. أستاذ إيفان، يعني متى يصل هذا السلاح النوعي للجيش الأوكراني كما أشار الأستاذ أحمد، كي على الأقل يتم التصدي لتقدم الجيش الروسي على أكثر من جبهة؟ نعم، بخصوص توصيل الأسلحة إلى أوكرانيا، فبالفعل نحن رأينا تغيير واضح في بعد 3 أسابيع الأولى من هذه الحرب، عندما لا أحد من البلدان لم يورد إلى أوكرانيا أي سلاح ثقيل إلا بعض الأسلحة للمشاة، يعني للجنود. ولكن الآن هناك تغيير نوعا ما واضح، بالرغم على أن أوكرانيا تصر على إمدادات من أسلحة أثقل بما فيها الدبابات، ولكن حسب رأيي هناك سيتم اتخاذ القرارات اللازمة في هذا الشأن، ويدل على هذا كذلك توصيل إلى أوكرانيا. يعني اليوم حيمر. اليوم أوكرانيا تهدد مثلا بقصف شبه جزيرة القرم أو الجسر الاستراتيجي فيها، والروس يردون ربما إفناء، يعني ديمتري ميدفيديف يتحدث عن يوم القيامة بالنسبة لأوكرانيا إذا ما فعلت ذلك. كيف تردون على هذا التهديد الروسي بهذه اللغة أستاذ إيفان؟ نحن يعني تعودنا لهذه التهديدات منذ بداية الحرب، وما عندنا أي خيار آخر إلا أن ندافع عن أنفسنا وأن نصد أن نخرج الجيش الروسي من الأراضي الأوكرانية، يعني الحرب حتى آخر جندي روسي في الأراضي الأوكرانية بما فيها القرم ولوهانسك ودونيتسك. والرد لهذا الكلام، حاليا بالفعل لا نتمكن استهداف أو تدمير جسر بين القرم وروسيا التي عن طريقه يعبر كثير من الإمدادات والشاحنات العسكرية الروسية بعد ذلك يعني إلى القرم، منطقة أوكرانية المحتلة مؤقتا، وبعض من القرم إلى مناطق أوكرانية أخرى. وبهذا السبب، ولكن نحن نجمع الأسلحة، وهناك مسألة أخرى، يجب تدريب الجنود الأوكرانيين على القتال بهذه الأسلحة. ونحن في المدى الوسيط كان هذا لنفع أوكرانيا، أن لنكسب الوقت حتى تصل هذه الأسلحة لأوكرانيا، حتى ندرب جنودنا من للقتال، والجنود الجيش الأوكراني الموجود حاليا في الجبهة يوقف الجيش الروسي من التقدم أو يقوم بتبطيئه، حتى الجيش المتدرب الجديد يضرب بقوة الجديدة. ولكن في المدى الطويل هناك هذا ليست لصالح أوكرانيا، وروسيا تلعب بهذه الورقة.